ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حم. صباح الاحتفالات البرج الحمل يتلقى دعوة وعنده حفلة على غفلة. عروض مهنية يصحح عقد ويحتفل بحدث شخصي ممكن يخمم في ارتباط رسمي. الثور ما تستسلمش لصعوبات راك قدها وقادر تحل مشاكلك بكل دبلوماسية. بسم الله عليك يا ثور، الجوزة فدم العزوبية ويخمم في ارتباط رسمي. بشرة خير وصدفة مزينة وإن شاء الله بدو بتمام. السرطان معنويات مرتفعة، الحظ في المكتوب وماشي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه. الأسد يرافق الحظ الأسد يرافق الحظ ونجاح الأسبوع هذا وتحسن أموره المالية والمهنية. العذراء كل تأخيرة راهو فيها خيرة، والظروف الجديدة اللي باش تمر عليك تخليك تراجع حساباتك خاصة في معاملتك مع الحبيب. الميزان بشرة خير على صعيد المهني، بيبان الساعة تتحل وأخبار تفرح في طريقها ليك تحقق أرباح مالية للناس اللي تخدم في مجال الاستثمار. العقرب فترة مهنية بامتياز تستقبلها بكل نشاط وحيوية. نتعديو للقوس جديد يدخل لحياته على الصعيد العاطفي، أسبوع متميز باتصالاته. الجدي فترة إيجابية، عندك الدعم وفرص نجاح خاصة في علاقتك بالحبيب، تناقشوا مواضيع مستقبلية مثل كيفاش نقوم بكري في 5 مراحل. الدلو تخف عليه الضغوطات النفسية ويعيش أجمل أيامات مع الحبيب بعد فترة متناقضة شوية اللي سيطرت عليه الأسبوع اللي فاتت. الحوت قاعد يخمم في جديد على الصعيد المهني، يوم داعم بالموجات الإيجابية.